ظهر الجهود كلها لنا. كل سنة وانتم طيبين. يوم الثلاث له طعم تاني. يوم الثلاث في صوم نينوى بالتحديد له ألحان وله مرد إنجيل جميل دلوقتي هنصليه حالا. له كلام في صلاة يونان وهو بطن الحوت في نبوات الصبح في نبوات باكر رائع يعني وكأن عارفين كل قصة فيها عائدة وكأن العائدة بتتحل يوم الثلاث. هي ابتدت بتصور خاطئ من يونان عن الله، فكر في دماغه، طريقة في تفكير إنه ربنا حينزل كلام الأرض، إنه الناس دول مفتريين، صعب مش سهل يعني خدمة في نينوى مش أمر سهل. نينوى كانت مدينة عظيمة، نينوى في أرض الكلدانيين جنب بابل العاصمة. يقول أرميا النبي أصحاح 50 آية 38 عن نينوى بالتحديد: كانت أرض المنحوتات هي وبالأصنام تجن، مجنونة بالأصنام، وكان فيها صنمين كبار كانوا بيقدم إليهم يعني يرحوا لهم الناس من كل حتة. فبالتالي احنا مش بنتكلم على مدينة لا صغيرة ولا ضعيفة ولا ناسها كويسين ولا حاجة خالص يعني. فبالتالي لو جه كلام ومش مظبوط يوناني وطلع ان المدينة متهددش بعد 40 يوم وان الكلام اللي اتقال كله ناس تابت وصامت ولبست المسوح والرماد وخلاص ما حصلش اللي انت قلته، حال الاستاذ اللي دخل ده وقال الكلمتين دول هيعملوا فيه ايه؟ هيعملوا فيه ايه؟ هيطبطبوا عليه؟ هيموتوه؟ فاحنا بنتكلم في حكايه ما هياش يعني كان في ريسك محترم على يونان. لكن الجميل في سفر يونان ليه بنحبه وليه بنحب صوم وليه الناس كلها بتحضر قداسات الثلاث ايام؟ اصل يونان شبهنا. يونان في حته مننا. او احنا بنتشابه معاه بعض الامور سواء في الخدمه او في حياتنا الخاصه. ياما كان تصورنا عن الله خاطئ، ياما كنا بنقول ان ربنا ايده تقيله عليا وان ربنا ما يقصدش بيا خير وان ربنا نسيني وان ربنا فين الخير بتاعي وفين حقي وفين نصيبي. ياما قلنا ان احنا مش شايفينك يا رب، وياما قلنا انه ربنا مش قادرين نوصل له. يونان قال كده وخد موقفه هرب. لكن الجميل في قصه يونان تدينا احنا كمان باب للتوبة زي ما الإنجيل حالا سواء امبارح من إنجيل معلمنا متى أو النهاردة من إنجيل معلمنا لوقا، لأنه مثلما كان يونان آية لأهل نينوى كذلك يكون ابن البشر أيضا لهذا الجيل. أصبح يونان مثال لعمل النعمة بشخص رب المجد يسوع والخلاص اللي يجهزه لكل العالم. كل الناس تبقى شهد مش فهمان ويتقال عن رب يسوع أنه مختل وأننا عارفون بأبيه وأمه، ويكون هو سبب خلاص البشرية كلها وهم مش عارفين. فبالتالي يونان في حتة مننا. أما الجميل بقى في سفر يونان كله، ما هو تصور قلبك يا يونان عن الله في أول إصحاح؟ وكيف تعامل الله مع نشوفية دماغه، مع عنده، مع هروبه، ومع بعده عنك، ومع عدم يعني تقديره لأي حاجة من ربنا بيعملها دي؟ وتغيرت الصورة تماما في نهاية إصحاح 4. فهي دي الحكاية، هو ده أجمل ما في قصة يونان. يونان كان معاه بركة أو ما كانش مقدرها، يعني لو قلنا أخطاء يونان كتير، أولهم تصوره الخاص عن الحل، إن دول يستاهلوا وناس متعبين وناس صعب وما هماش من بني إسرائيل، فبالتالي دي أول نبوة في العهد القديم تدل على إشارات لرب المجد يسوع لأنه يقبل الأمم، لأن ما كانش في نبي ثاني بيتكلم عن خلاص الأمم. مين اللي بيتكلم عن خلاص الأمم؟ أرميا وأشعياء، بصوا على الإصحاحات اللي فيها دينونة للأمم. فده بيتكلم في حكاية جديدة على مسامع الشعب اليهودي اللي هو الله يقبل الأمم دي وبيبعث لهم كمان نبي من أرض مملكة إسرائيل عشان خاطر يخليهم يتوبوا. ده موضوع جديد على فكرة اليهودي، وفي هذا إشارة لعمل النعمة برب المجد يسوع. يبقى أول تصور خاطئ عنه إنه الخدمة صعبة، ناس متعبة، الناس صعبة، الناس لو قلت لهم الكلام ده ما تمش هيموتوني، وهم كمان يستاهلوا، يعني هم من عمايلهم يستاهلوا لحجرانهم. فبالتالي هو وضع نفسه مكان الله كديان وقال لك هم يستاهلوا العقوبة وهو الحق إن هو ربنا يشيلهم زي سدوم وعمورة، فمفروض يكون كده. فهو
التعدي اللي عمله يونان هنا انه جعل نفسه ديان مكان الله، بقى له تصور خاص في حل مشكله الجماعه دول. نمره 2، بص على صعوبه المشكله ولم ينظر الى قوه النعمه اللي ربنا مديها له، لانه لو يعلم ان في ايده كلمه ربنا القادره على هدم حصون اللي اتقال عنهم انه على كلمه ربنا اليست هذه كلمتي كنار يقول الرب وكمطرقه تحطم الصخر، يقول الكلام ده ارميا 23:29. يعني لو انت تعلم ان كلمه ربنا سيف، ولو تعلم ان كلمه ربنا مطرقه تحطم الصخر، خايف من ايه يا يونان؟ روح وانشر كلمه ربنا واشتغل، ما تخافش حبيبي. الخطا الثالث هروبه، يعني حاول يحل المشكله، خد بعضه ومشي خالص، بقى انا مش هعرف احلها بالطريقه دي ولا بالطريقه دي وربنا مش سامع صوتي، فبالتالي انا هاخد بعضي وامشي اروح حته ثانيه. وده في قصور محترم يعني كبير في فهم سلطان الله على كل الارض. هتروح منه فين يا سيدي؟ مش هتروح الكنيسه، طب ما هو ربنا موجود هيجيبك بطريقه ثانيه. مش هتروح تصلي، طب حبيبي ربنا هيفتقدك بطريقه او باخرى. هتبطل خدمه، حبيبي ربنا هيتخبط على بابك ويجيبك الخدمه لو ربنا رايد لك انك تخدم، ربنا هيجيبك هيجيبك، هتهرب هتروح فين؟ الى اين نذهب وكلام الحياه الابديه عنك؟ يبقى اراده الله في السفر كله، وفيه اختصار لاراده الله لخلاص الانسان كلها، ان عقله ينور فيدرك ما يريده الله. وهذا باختصار شديد تعريف التوبه. التوبه مش مجرد اني انا اراجع نفسي واظبطها بعقلي وارتبها كده زي كده الورقه والقلم واحسبها واحسبها صح واعمل مش عارف الحسبه تمام وايه، مش معنى كده ان في حساب للنفقه في حساب للنفقه، بس حساب النفقه هو ايه؟ انك تروح تصلي، انك تنزل وتقول له ها قد اعيت في نفسي، انك تقول له قد طردت من امام عينيك ولكني اعود انظر الى هيكل قدسك، ان يبقى عندك رجاء وامل في هذه الصلاه 9 آيات الحلوين بتوع يونان دول. الحل العقدة تم النهاردة بصلاة يونان، النهاردة نبوة عن صلاة يونان. وبالتالي كل الكلام عن التوبة يبقى حلو بقى، يا رب غفرت وأثار إثم شعبك، المزمور بتاع القداس دلوقتي، غفرت خلاص فعل ماضي، أنت يا رب وانس يونان وقف قدامك، أول ما وقف قدامك هو بطن الحوت، الخطية غفر، سترت جميع خطاياهم، حللت كل رجزك، رجعت عن سخط غضبك. خلاص ربنا كل اللي طلبه مش إنه يهلك يونان، يعني الناس كانت تظن إنه تيجي البحارة، إن هو طالما بلعه ربنا خده، ربنا لا، ربنا ما خدوش ولا حاجة، ده خلى يقول من أجمل آيات برضو السفر ده، فأعد الرب حوتا عظيما، أعد ربنا الحوت، لكنه ما دبش فيه ولا هضمه ولا موته ولا خنقه ولا غرق جوه الحوت ولا شيء خالص، نزله لغاية المكان اللي ربنا عايزه ينفذ مشيئة ربنا في الخدمة. يبقى الأمر المهم هنا جدا هو صلاة يونان، أعود أنظر إلى هيكل قدسك، يقولها مرتين في آية 4 ويقولها مرة ثانية في آية 7، أعود أنظر إلى هيكل قدسك، أعود أنظر إلى هيكل قدسك. والصلاة اللي قدمها يونان هي مفتاح كل توبة. أوعى تظن إن خلاصك هو بره المخدع، أوعى تظن إن خلاصك فإنك أنت تتصالح مع أخوك، طبعا بعد، بس دي خطوة نمرة 2. خطوة نمرة 1 تصالح مع ربنا الأول، حب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك ومن كل قدرتك. لما تعمل نمرة 1 هتيجي نمرة 2، من غير نمرة 1 مفيش 2 ولا 3 أبدا. أولها صدق، أجمل ما في التجربة بتاعت يونان إن رميته في حضن ربنا فقال لنا التسبيحة الحلوة دي، ها قد أعيت في نفسي، ويقول دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي. أنا نفسي أعرف كل صلاة يونان دي لما تروح بالتفصيل كده في البيت النهاردة. هو كان عنده دليل على صدق ما يقول، يعني هو كان جه ملاك وقال الحوت هينزلك في الحتة الفلانية، وإن أنت هتقعد 3 أيام و3 ليالي، وإنك هتنزل في المكان الفلاني، وربنا هيكلمك تاني، فلما ربنا هيكلمك تاني أنت هتسمع الكلام وتروح لنينوى وتبشركم. حد قال له السيناريو؟ حد قال له الحدوته؟ جبت الضمانه منين؟ جبت التاكيد انه تم سماع صوتك وانك رحت الى هيكل الرب، رحت الى هيكل الرب في انت بطن الحوت. ده بيقول له هنا في ايه 4، فقلت قد طردت من امام عينيك ولكنني اعود انظر الى هيكل قدسك، اعود انظر دي جبتها منين؟ يعني نفسي اعرف تاكيد يونان. هنا بقى رجاء التوبه حبيبي. هنا ان توبه بدون رجاء تبقى في مليانه الم ومليانه تعب، رجاء هو اتكال على المسيح وعلى الايمان بعمل الله المخلص انه سندني، كل المطلوب مني
أرجع وأذهب إلى أبي وأقول له أخطأت في السماء وقدامك لست مستحقا لك ابنا. المطلوب هو صلاة، الرجاء هو الباب السري لمراحم الله، الرجاء هو اللي خلى يونان ينظر بعينين المستقبل ما سيتم بأنه سيذهب إلى هيكل الله وسيصلي إلى ربنا، وإن ربنا سمع صوته قبل توبته. إذن التوبة هي التمتع بالجلوس مع ربنا في جلسة المخدع في الصلاة الخاصة، وبدون كده يظل جهد كل الإنسان جهد بشري. حبيبي ربنا هو اللي رتب ده كله، هو اللي أعد الحوت، وهو اللي رتب النوتية، وهو اللي دبر إن هم يسمعوا صوته وإن الملك يستجيب، هو اللي ربنا اللي رسم السيناريو ده كله. كل اللي كان مطلوب منك يا يونان إن أنت تقول أمين، حاضر حاضر هسمع كلامك. وكلمة حاضر دي كانت تودي بسهولة، لكن طول بال ربنا على يونان زي ما هو طول باله عليا وعلى كل إنسان يعني بيجتهد في جهاده الروحي، إنه يطول باله ويشرح مرة واثنين وثلاثة. من ضمن النقط الجميلة كمان في أصحاح ثلاثة لما ربنا قال له روح قول لهم اللي قلته لك قبل كده، بقى ربنا ما عادش الكلام تاني في أصحاح ثلاثة، روح بقى ده نبوت بكرة بإذن ربنا، روح بقى وقول له الأهل ناوى اللي أنا قلته لك قبل كده. يبقى في دالة، في كتير مش مكتوب في السفر، في كتير علاقة ما بين يونان وبين ربنا، في كلام سري مش مكتوب قدام عينين. هم كتب يعني يونان كتب لنا ما يؤدي إلى توبة كل واحد فيه، يعني قصة التوبة ده اللي هو حب يعبر عنها. أما كلام بينه وبين ربنا كتير كتير، ربنا اتكلم معاه كتير. من ضمن كلام الحلو اللي ربنا قاله له في موضوع يعطينا بقى في بكرة، هل اغتصت بالصواب، يكررها له مرتين في أصحاح أربعة. عارفين يعني ايه اغتصت بالصواب؟ اتغصت بجد يعني، يعني اتضايقت قوي يعني وجعتك قوي حكايه اليقطينه دي، غاظتك قوي، يسيب له السؤال ويقعد بعد كده اليقطينه تموت وتمام والموضوع يجي، وبعدين يجيله مره ثانيه ربنا ويشرح له بقى. اذا كنت حبيبي زعلت قوي على اليقطينه، انا ما زعلتش على اولادي اللي هيهلكوا، ويشرح له وجهه نظر ربنا في التوبه ان هي يقبل الله كل انسان يرجع له مره ثانيه، ونتمتع بهذا المزمور الحلو. يا رب غفرت إثم شعبك، سترت جميع خطاياهم. مفيش توبة بدون صلاة، مفيش توبة بدون مخدع، مفيش توبة بدون اتكال على مراحم ربنا، مفيش توبة بدون رجاء، فأن الله هو الديان العادل المدبر القوي القابل كل إنسان يرجع له ويفتح حضنه ليه. أما الضيق اللي عدى على يونان هو أنشأ فيه صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزى. خلي لينا رجاء في خلاص نفس كل إنسان فينا، وخلاص نفس كل واحد من حبايبنا وقرايبنا نصلي لهم في هذا الصوم الجميل. ربنا يفتح أعين الكل، نسبح ونقول دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي. كل سنة وحضراتكم طيبين.